مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. حليب جوز الهند، نوضع ماء ساخن، الكمية غير محدودة. نوضع جوز الهند بحيث أن الخلاط، نوضع الكمية بحيث أن الخلاط أنه يشتغل ويقدر يقاوم الكمية بالعين. نضرب الخليط تقريبا 3 دقائق أو أكثر وبنصفيه. قطعة القماش لازم تكون معقمة، لازم نغليها على النار، تكون معقمة دائما، مش لازم نستخدمها في الغسالة أو نوضع أي مسحوق تنظيف فيها، يجب تعقيمها على النار دائما. وإذا كان سخن ممكن نتركه 3 دقائق حتى يبرد قليل. جوز الهند الزيادة هذا أنا هستخدمه للحلويات وللخبز. اعملوا اشتراك حتى يوصلكم كل جديد. مثل ما انتم شايفين بضيف له مكون اخر وبعمل منه خبز وبعمل منه حلويات ايضا. دائما اشتروا الجوز الهند من مكان ثقة، ما يكون مكرر مثل هيك الجوز الهند وتشتروه مكرر تيجي تعملوا حليب او تعملوا منه زيت جوز الهند يكون مستخرجين منه كل الفوائد وبيعينكم اياه مكرر. هيك صفنا منيح. اذا احنا بدنا اياه الحليب دسم نستخدمه هيك جاهز، واذا بدنا نرفع الدسم من الحليب نوضعه بالثلاجة لتاني يوم عشان نرفع الدسم منه ويفصل الدسم. هيك تاني يوم هاي الدسم فوق والحليب او الماء تحت، احنا بنرفع الدسم اللي احنا الكمية اللي احنا حابينها نرفع الدسم. انا حرفع جزء من الدسم بنصفة، الثقب تبعها كبير مثل ما انتم شايفين هذا الدسم، انا حرفع جزء من الدسم مصفى الثقب تبعها كبير. واذا انتم حابين ترفعوا الدسم كله استخدموا مصفى الثقب تبعها صغير جدا، انا حابب انه يفضل في قليل من الدسم منشان حستخدمه للطبيخ وللعصائر وللكافيه ولكل شيء بستخدمه انا مثل ما انتم شايفين، وللكيكات بستخدمه. هذا هو هيك جاهز، والدسم بعمل منه زيت جوز الهند، وقريبا حنزل وصفة زيت جوز الهند. اعملوا اشتراك منشان يوصلكم كل جديد. انا حعمل كابتشينو وحعمل موكا وبعمل منه عصير فواكه وبطبخ فيه، بستخدمه للطبخ، هو كتير لذيذ وكتير صحي، هو ما فيه اللاكتوز، بدون لاكتوز، اللي عنده حساسية من اللاكتوز. الدسم اللي طلعته عملت منه زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هو روعة وسعره كتير غالي في السوق، وانتو بتعملوا زيت جوز الهند طبيعي مثل هيك مثل ما انتو شايفين، هو زيت جوز الهند طبيعي، وقريب حنزل الفيديو تبعه، هو سهل جدا. انتظرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.